السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. مع تعثر المسارات السياسية بتونس وفشل مجلس النواب من إقامة جلسة كابلة نصاب بغدامس، لا يزال مجرم الحرب حفتر مستمرا في التحشيد العسكري على تخوم سرت والجفرة. هذه التحشيدات لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار من قبل حفتر وداعميه، طائرات شحن عسكرية ومرتزقة متعدد الجنسيات وأسلحة وطائرات متطورة تكدس بسرت والجفرة، الأمر الذي ينبئ عن جولة أخرى في المعارك تلوح في الأفق، وفشل المسارات السياسية التي ترعاها البعثة الأممية. كل ذلك يحصل أمام أنظار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تسعى لفرض خريطة طريق غير واضحة المعالم عبر مسارات سياسية مستنسخة من تجارب فاشلة سابقة. فهل سيستمر وقف إطلاق النار في ظل استمرار هذه التحشيدات؟ وهل سنرى رادعا دوليا لخروقات حفتر وداعميه الدوليين؟ أم إن هناك حربا أخرى تكدر على المواطن الليبي وتزيد ضنك معيشته وتزيد من معاناته وسط الأزمات التي يعيشها؟ كل هذا وأكثر سنناقشه صحبة ضيوفنا الكرام، لكن بعد متابعة هذا التقرير. تحشيدات عسكرية متواصلة لميليشيات مجرم الحرب حفتر والمرتزقة الروسي بمحيط سرت والجفرة والمنطقة الجنوبية، وكأنه إعلان جولة أخرى من القتال يحضر لها حفتر وداعموه على أطراف سرت. الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه من جانبه أكد أن الأرتال العسكرية للميليشيات لم تتوقف وما زالت تتواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا أن طائرات الشحن العسكرية ما زالت تهبط بقاعدة القرضبية محملة بالأسلحة والذخائر وعشرات المرتزقة من عدة جنسيات. وفي ظل تعطل المسارات السياسية بجلسات الحوار وفشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب، وبرغم الهدنة واتفاق 5+5، أصبح المسار السياسي بالبلاد مهددا بالفشل من أجل مواصلة عجوز الرجمة وداعميه الدوليين ومطالتهم بالالتزام بالاتفاق العسكري، وخاصة في ظل الأخبار التي تتحدث عن نشر روسيا طائرات مقاتلة بقاعدتي الجفرة وسرت وإرسالها هي والإمارات مزيدا من المرتزقة كان آخرهم مقاتلين سوريين وفق ما ذكر العميد دراه. وفي ظل هذا التصعيد أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش أن هناك احتمالية بالانسحاب من الاتفاقية العسكرية بسبب هذه الخروقات، مضيفا أنه في حال فشل الاتفاق فإن قوات الجيش مستعدة لخوض معركة أخرى وطرد الميليشيات. وفي رده على الأصوات التي تنتقد الدور التركي بليبيا، فقد قال النمروش إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الوفاق وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تجري سرا. ومع استمرار المناوشات التي تقوم بها دول عملية إيرني وميليشيات حفتر للسفن التجارية التركية وتجاهلها للدعم المقدم لحفتر، فقد شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق في نجاح اتفاق اللجنة العسكرية واصفا إياه بالضعيف في ظل استمرار تواجد المرتزقة الأجانب بالسرت والجفرة. من جهة أخرى، فقد قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية. وبين هذا وذاك، ما زال الرادع الدولي لممارسات حفتر وداعميه غائبا ليغيب معها أي تسوية سياسية تلوح بالأفق، ويظل المواطن المتطلع لوضع أفضل رهينة تعنت الإنقلابيين وأطماع أطراف خارجية. مرحبا بكم أيها الأفاضل، معي في هذه الحلقة عبر سكايب السيد حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي، وسينضم إلي لاحقا السيد الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي، والسيد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. أرحب بك أستاذ حمزة، وأبدأ معك هذا الحوار بسؤالي عن مصير الاتفاقية التركية في حال نتج عن الحوارات السياسية
مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة؟ يعني في حال حصل ما كما تفضلت فإن الاتفاقية هي حصلت بين دولتين وليس بين أشخاص، وبالتالي ليس من السهل يعني يفكر أي طرف بالانسحاب أو إلغاء هذه الاتفاقية، ليس بهذه السهولة. هناك أطر وهناك الكثير من الإجراءات، وبالتالي اليوم الحديث عن أي شخصية جديدة أو مجلس جديد في ليبيا، وبالتالي هذا المجلس سينبثق من الشعب الليبي، الدولة الليبية، من المفترض إذا لم يحصل أي تطور سلبي بقيادة خليفة حفتر، وبالتالي تستمر الاتفاقية بطبيعة الحال لأنها اتفاقية موقعة بين دولتين. وواضح أنها الإشارة المهمة بهذه الاتفاقية واستمراريتها أن الرئاسة التركية كما ذكر التقرير أرسلت مذكرة للتمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لسنة ونصف السنة، وبالتالي هذا مؤشر على أن الدور التركي مستمر في ليبيا بالتعاون مع الشرعية سواء كان من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية. وبالتالي الاتفاقية قائمة، واضح أن لا أنقرة ولا طرابلس بصدد أي خطوة للتراجع عن هذه الاتفاقية، بل على العكس الأمور تزداد تعاونا واستراتيجية بين طرابلس وبين أنقرة. وكلنا نعلم أصبحنا أن تركيا اليوم وما زالت مستمرة تعمل بقوة ليل نهار على بناء الجيش الليبي وتدريب عناصر هذا الجيش الذي سيكون له الدور الأكبر في المرحلة المقبلة لحماية وحدة التراب الليبي وحماية الدولة الليبية من عبث العابثين وانقلاب الانقلابيين. نعم، طيب ابقى معي سيد حمزة، ينضم إلي الآن من استوديوهاتنا في مصراتة سيد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. سيد ناصر مرحب بك، يعني أبدأ معك من تصريح العبيد عبد الهادي دراها أنه لازالت الأرتال العسكرية تتوافد على سرت والجفرة، وأرتال من المرتزقة ترسل إلى المنطقة الجنوبية، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع حتى يفهم المشاهد ما الذي يجري بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك يا دكتور فوزي ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم. نعم، الآن نلاحظ أن هناك تطورات كبيرة في من ناحية عسكرية، لازالت هذه المرتزقة تقوم بجلب يعني طائرات الآن تهبط في القرضبية وفي الجفرة، تجلب معدات إضافية وتجلب مرتزقة من سوريا، وهذه تحركات يعني كبيرة تدل على أن هذه المرتزقة يعني لا تنوي أي أو لن تنصاع إلى أي شكل من أشكال السلام أو الاتفاق، وإنما هي لازالت مستمرة في سيطرتها على أراضي ليبيا وخصوصا على الأراضي اللي في المنطقة الوسطى والجنوبية التي عادة ما هي يعني منافع النفط أو الغاز، ومستمرة في ذلك. كذلك يعني نلاحظ أن ميليشيات الكرامة أيضا تقوم ببعض المناورات وبعض التحشيدات التي لا ندري إلى الآن هل هي فقط يعني لأجل التشويش على الحوارات السياسية والاجتماعات، أو هي يعني فعلا تنوي مستقبلا أو تستعد لأي شن هجوم جديد على المنطقة الغربية. نعم سيد حمزة، يعني أنت أشرت وأشار تقريرنا قبل كلامك إلى أن الرئاسة التركية تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان لتمديد مذكرة أو لتمديد التواجد التركي في ليبيا، يعني هل تعتقد بأن هذا يأتي تزامنا مع هذه التحشيدات العسكرية التي تحدث عنها قبل الآن سيد ناصر القايد؟ يعني هي أولا خطوة قانونية تتعلق بالداخل التركي، هذه خطوة لابد منها كي تكون القوات التركية شرعية في الداخل الليبي من وجهة النظر التركية الداخلية والدستور والقانون التركي، وبالتالي هذه خطوة ضرورية بهذا السياق. والتوقيت طبعا رسالة مهمة بالتوقيت أن تركيا مستمرة بالدعم الكامل وخاصة العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني مهما كان
الطرف الآخر يحضر. نعم كل المؤشرات وكل المعلومات تشير إلى أن خليفة حفتر ومن يدعم خليفة حفتر يحضر لأمر ما منعا لنجاح العملية السياسية كما فعل سابقا. يعني الأمر ليس بالجديد على خليفة حفتر، يحاول مرة جديدة أن يكرر التهور العسكري، ولكن يجب أن نشير ونذكر خليفة حفتر ومن يدعم خليفة حفتر أنكم عندما كنتم على أسوار طرابلس وفي أوج قوتكم استطاعت قوات حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي أن تدحركم إلى ما وصلتم إليه، وبالتالي اليوم أظن أن قوات حكومة الوفاق الوطني أصبحت أقوى وذات خبرة أقوى بالعمليات العسكرية في الميدان بدعم تركي، ربما ميداني على الأرض وربما من الجو والبحر، سيكون أيضا في مرحلة المقبلة إذا حصل أي تهور من قبل حفتر سيكون مؤثرا على الأرض وستقلب الموازين لصالح الشرعية لا لصالح الانقلابيين، وبالتالي القضية ليست سهلة أن يعاود حفتر أي تهور عسكري في الميدان ضد الشرعية في ليبيا، لأن تركيا ستكون داعما وقويا جدا ربما أكثر من المرة الماضية لأي تحرك عسكري تقوده قوات حكومة الوفاق الوطني لمواجهة ميليشيات خليفة حفتر وأي تهور ربما يرتكبه هذا الشخص بدعم من من يحركه من تحت الطاولة لتصفية حسابات سواء مع الشرعية في ليبيا أو مع تركيا. خسارات كبيرة يتعرض لها داعمو حفتر بملفات أخرى في المنطقة والإقليم، ربما يستخدمون حفتر مرة جديدة لتصفية حساباتهم مع تركيا ومع حكومة الوفاق الوطني على الأرض الليبية، ولكن هذا الأمر سيكون مكلفا لهم ولميليشياتهم وللمرتزقة الذين يجلبونهم في وضح النهار وفي الليل خرقا، يعني ضاربين بعرض الحائط كل قوانين الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يحظر مثل هذه الأعمال في ليبيا وإلى خليفة حفتر. نعم سيد ناصر، يعني بالإشارة لما كان يذكره الآن سيد حمزة تكين، يعني من استعدادات ربما حكومة الوفاق، وسنأتي ذلك لاحقا من تصريحات سيد صلاح الدين نمروش في الاستعدادات لصد أي هجوم، لكن يعني سؤال ربما يعني يشغل بال الكثيرين، هل تتوقعون خرقا من قبل حفتر وميليشياتي، وهل نستطيع أن نقول بأن يمكن أن تكون هناك حرب تلوح في الأفق، يعني بغض النظر هل هي ستكون في طرابلس أو في مصراتة أو في المناطق المحيطة بسرت والجفرة؟ هو الحقيقة بغض النظر على يعني التحليلات من ناحية عسكرية، طبعا الحكومة الليبية ووزارة الدفاع ورئيس الأركان تستعد لهذه لمواجهات قد تحدث، ولهذا لابد أن يكون هناك استعداد، يعني ولابد من الاستفادة مما حدث في 4/4، يعني ولهذا الآن الاستعدادات جارية ومستمرة وتدريبات وغرف العمليات تجتمع بشكل يعني متواصل، وكما أشار ضيفك الكريم بأن الآن يعني هناك استعدادات أكثر وأفضل والتدريب كان أكثر وحتى المعدات أصبحت أحدث، استفادة من هذه الاتفاقية التي وقعت مع تركيا استفادت منها الحكومة واستفاد منها الجيش الليبي، وهو مستعد الآن لأي مواجهات. طبعا دائما يوضع في حسبان العسكري بأن هناك من 80-90% أنها ستكون هناك مواجهات. نحن لا نتمنى ذلك، ويعني كل المسارات سارت في الطريق السلمي، يعني اتباعا لكل المعاهدات والدولية واحتراما لها واحتراما لهذه الدول الداعمة وبعثة الأمم المتحدة، ولكن الطرف الآخر نحن نعلم جيدا بأنه يعني هو جاء للإجرام ولم يأتي إلى اتفاقيات أو أن يوقع يعني على سلم أو سلام. نعم سيد ناصر، عذر عن مقاطعة، لكن سيد ناصر يعني الطرف الآخر طرف حفتر وداعميه يعني يدركون تمام الإدراك أنه لو نشبت حرب جديدة فإنه ليس بالسهولة
أن يكسبوها، وعلى الأقل أن يؤثروا في الطرف يعني جيش حكومة الوفاق. يعني برأيك يعني هل سيتجاسر مع وجود هذه المعطيات، هل سيتجاسر حفتر على القيام بحرب جديدة والذهاب مثلا إلى طرابلس، أو هي فقط يعني التأثير على المسارات السياسية، هذه التحشيدات وهذه الاستعدادات؟ ما هو توا أخي فوزي، هو أصبحت الأمور معقدة أكثر. يعني هو أصبح هناك طرف روسي يسعى لمصالحه الخاصة ويريد أن يحقق مكاسب في ليبيا، وهناك هذا المجرم وميليشيات الكرامة يعني الذي هو مدعوم من بعض الدول للتخريب أو الفساد مقابل أنه يستفيد من المال الليبي، ولهذا المسارات أصبحت كثيرة. يعني هو ليس في صالحه أن يوصل إلى اتفاق سياسي، أو خصوصا وإذا خسر داعميه في هذا الاتفاق. يعني إذا أتى الاتفاق السياسي بشخصيات غير داعمة له فهو خسارة كبيرة له، وهو لا يعرف إلا منطقين، يعني منطق إما أن يخوض حرب أو يخسر داعميه الذين هم الآن موجودين أمثال عقيلة صالح وغيرهم في السلطة، والذين يعني هم سند ليه كبير ويدعمونه، كذلك هم مدعومون من هذه الدول اللي هي مثل الإمارات ومصر وغيرها، ولهذا هم حريصين على أن تستمر الفوضى في ليبيا لأنهم يستفيدوا من هذه الفوضى. وهو كما أشرنا يعني إذا لم يكن لديه داعم في الحكومة القادمة الجديدة سيستمر بالفساد والإفساد، لأنه يرى بأنه خسر كل شيء، وهذا لا في مصلحته هو ولا في الدول الداعمة له. نعم. طيب سيد حمزة، يعني في ظل هذه المعطيات أيضا، وفي ظل ما جرى قبل أقل من شهر في الحرب أذربيجان وأرمينيا، الروس أعتقد أنهم صاروا يدركون قوة الحليف التركي لحكومة الإنقاذ لحكومة الوفاق، يعني هل تعتقد بأن أيضا روسيا ربما تتورط في حرب جديدة مع وجود هذه التحشيدات والدعم اللامتناهي من الإمارات في سرت والجفرة؟ يعني هنا التخوف أن تقدم روسيا على دعم حفتر لمرحلة أن يعيد الكرة ويبدأ بعمليات عسكرية استمرارا لعملياته الانقلابية السابقة، وهذا ما لا تريده لا تركيا ولا حكومة الوفاق الوطني ولا الدول التي فعلا تريد الحل في ليبيا على عكس من يدعم خليفة حفتر. وبالتالي يمكن أن نقول أن روسيا قد تفكر ب يعني دفع حفتر لتحرك عسكري وعمل عسكري في الشرق الليبي انتقاما ربما من ما حصل لها في إقليم كارباخ في أذربيجان. يعني بالأمس خرج رئيس الوزراء الأرميني وحمل مسؤولية خسارة أرمينيا عسكريا وسياسيا في إقليم كارباخ الأذري لروسيا، وقال حتى إن الأسلحة الروسية لم تؤتي أكلها في إقليم كارباخ، ولم نستطع أن نستخدم هذه الأسلحة حتى الدفاع الجوي منها ضد القوات الأذرية التي كانت تستخدم الأسلحة التركية. وبالتالي هذا الضغط على روسيا ربما يجعل روسيا ويدفعها لاستخدام خليفة حفتر لإرسال رسائل لتركيا وحلفاء تركيا بطبيعة الحال. ولكن كما ذكرت أن أي تهور من خليفة حفتر عسكريا في الميدان سيجابه بقوة وبصرامة هذه المرة أكثر من المرات القادمة الماضية، وهذه المعطيات التي تقول هذا الأمر يعني والمؤشرات هي التي تقول هذا الأمر. كما ذكر الضيف قبل قليل الضيف الكريم، الاستعدادات من قبل حكومة الوفاق الوطني العسكرية مستمرة، وأيضا تركيا ستقر مجددا تمديد مهام قواتها العسكرية على الأراضي الليبية، وربما تزيد أيضا من عديد القوات التركية هناك وتسليح هذه القوات، لأنه لن يسمح مجددا تركيا على أقل تقدير ومن الأطراف الأخرى الداعمة لحكومة الوفاق أن تعاد الكرة مجددا وتسحب ليبيا مرة جديدة لعمليات عسكرية وكما كنا نشهد في السابق. وبالتالي التطلعات الشعب الليبي الآن التي تدعمها تركيا إنهاء الوضع القائم بالأطر السياسية بعيدا عن العمليات العسكرية، ولكن في نهاية المطاف
إذا جعلت الأطراف الشرعية في ليبيا يعني بالقوة عليها أن تقاتل فستقاتل. كل التصريحات والمؤشرات الرسمية من طرابلس أو من أنقرة تشير إلى أن القوات فعلا قادرة على القتال، والقتال لا يعني لا يرهبها ولا يخيفها. وكما ذكرت أعيد وأكرر أن تركيا ستكون داعما قويا كما كانت في المرة الماضية للشرعية في ليبيا وللشعب الليبي. نعم. طيب ينضم إلي عبر سكايب الآن الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. مرحب بك دكتور محمد. يعني بداية أريد أن أسألك عن قراءتك للمشهد السياسي والعسكري بإيجاز دكتور محمد الحالي طبعا في ليبيا. بسم الله، تحية ليك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. بالنسبة للموقف العسكري، الموقف العسكري كما يعلم الجميع يعني ما يحتاج إلى أي تحليل، هناك شموت على الوضع العسكري على الأقل من طرف حكومة الوفاق. حكومة الوفاق لا ترغب في أي صراع مسلح من جديد. يعني بالنسبة لحفتر، لا يعتمد الأمر حقيقة على حفتر نفسه. حفتر دائما يفضل الحل العسكري، وهو يرغب دائما في إيجاد معارك لأنه هو لا يعيش أو هو يقتات أصلا على العمليات العسكرية. ولكن الأمر هذا الآن أصبح أكبر منه بكثير. هو يعلم جيدا أن في وجود الحليف التركي للحكومة في طرابلس فإنه لن يستطيع التقدم إلى طرابلس. ربما تحدثنا في هذا فيما فات، يعني ربما يسعى للتقدم إلى الجنوب والسيطرة تماما على المناطق الجنوبية، وقد حاول هذا المدة اللي فاتت. ولكن هذا طبعا حتى لو أن أراد هذا يحتاج إلى دعم من حلفائه مصر والإمارات ومن روسيا أيضا. أنا شخصيا لا أعتقد أن الروس يرغبون في دخول صراع جديد ضد تركيا في أي مكان، لأن بالنسبة لروسيا أصبح الوضع محرج. هزيمة السلاح التركي أمام السلاح التركي أصبحت واضحة في كل مكان. يعني الآن استمعنا أن الأوكران يريدون شراء طائرات مقاتلة، الطائرات المسيرة التركية. حتى أوكرانيا نفسها بدأت تفكر في نفس طريقة التفكير اللي فكرت بها أذربيجان وليبيا والعديد من الدول. حقيقة من الواضح جدا أن هناك تفوق للسلاح التقليدي التركي كبير جدا على السلاح التقليدي الروسي، وهذا مقلق بالنسبة للروس. ولا يجب أن لا ننسى أن روسيا هي ثاني دولة مصدرة للسلاح في العالم. السلاح الروسي له سوق رائجة في كل مكان. ما يحدث من هزائم لهذا السلاح ستجعل الكثير من الدول تفكر كثيرا يعني قبل أن تشتري سلاح روسي. لذلك أنا لا أعتقد أن الروس يريدون دخول معركة جديدة مع القوات التركية في أي مكان آخر في العالم بعد كل ما شاهدناه طيلة المدة الماضية. هذا بالنسبة للوضع العسكري. بالنسبة للوضع السياسي، هنا المشكل حقيقة. العبث السياسي أو الوضع السياسي حقيقة وضع سيء جدا. هناك عبث ما يحدث الآن. البعثة الأممية على سبيل المثال تجاوزت كل صلاحياتها ودعت 75 شخص بأسمائهم الخاصة يعني لملتقى سماته ملتقى الحوار، وتريد من هذا الملتقى أن يصبح برلمانا رغم أن فيه وجود أجسام منتخبة في ليبيا. صحيح أن هذه الأجسام لا تشتغل، وهذه هي المشكلة العويصة الحقيقة اللي نواجهها الآن. ولكن هذا لا يعطي الحق للبعثة مثلا على سبيل المثال في أنها تستدعي 75 شخص لأنهم يصبحوا برلمان. الشيء الآخر المقلق حقيقة وهو أن البعثة لديها أجندة مسبقة. يعني الواضح أن البعثة لديها شخصيات معينة تريد فرضها في أي حكومة قادمة. فيه مشكلتين حقيقة، مش مشكلة واحدة. من ناحية البعثة لا تحاول، من الواضح أنها لا تحاول أنها تحل المشاكل الحقيقية. يعني مشكلة ليبيا الآن ليست هي عدم وجود حكومة، ومشكلة شيء آخر، هناك ضابط انقلابي يريد السيطرة على الحكم بالقوة ويأتي بالمرتزقة من كل مكان. كل مفاوضات الأمم المتحدة لا تناقش هذه الأزمة. يعني ما هو الضامن لأن أي حكومة جديدة في ليبيا تستطيع أنها تحل هذه المشكلة إلا إذا كانت هذه الحكومة في الحقيقة هي متناغمة مع الانقلاب العسكري. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن البعثة كما قلت تريد فرض شخصيات معينة، واللي نشوف فيه اليوم مثلا الأخبار اللي طلعت اليوم اللي هي أن البعثة تريد تغيير آلية التصويت. البعثة في الأول شرطت أن تكون آلية التصويت هي 75% من الأصوات، وعندما جاء قرار بمنع كل من ترشح كل من تقلد منصبا في طيلة السنوات الماضية من بعد 2011 إلى اليوم وحصل
هذا القرار المقترح على أكثر من 61% من الأصوات رفضته البعثة بحجة أنه لم يصل إلى 75%. الآن تريد التصويت بأغلبية 60% وربما حتى بأغلبية الأغلبية البسيطة يعني 50%. هذا يدل على أن البعثة لديها أهداف أخرى. المشكل الآخر السياسي، وخلينا نكمل على قلم مداخلتي الأولى، هي مشكلة تركيا مع ليبيا مع حكومة الوفاق. الحقيقة شاهدنا الأخبار اللي سربت المدة اللي فاتت، الحكومة التركية يعني لا تجد في الحقيقة في طرابلس حليف يمكن الاعتماد عليه فعلا، كما مثلا وجدته في أذربيجان وفي غيرها من الأماكن في طرابلس. دكتور محمد دكتور محمد عودة على النقاط، سناتي لهذه النقطة لاحقا، يعني أسأل الضيوف الكرام، لكن أستاذنكم مع ضيوف الكرام وأستاذنكم المشاهدين في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل من بعده إن شاء الله. نحن تنادينا في هذا اليوم لدعم جهاز الحرس الوطني، وكونه يعني طوق النجاة، ويعني المركب الذي يعني ربما ينضوي تحته كل الثوار في جسم مقنن وشرعي. ونحن نذكر يعني كل الجهات الشرعية والتشريعية بأن هناك قرارات صادرة عن المؤتمر الوطني العام في 2014 أن هذه القوات يجب أن ينظر إليها بأنها جزء من الحل وليست مشكلة أو عائق أمام بناء الدولة، وأنها قوة تساند الجيش الليبي وقوات الأمن في مهام الدفاع عن الوطن وضبط النظام الداخلي ضد أي اعتداء أو انفلات أمني. طبعا جهاز الحرس الوطني هذا جهاز يعني مربوط بقانون للحرس الوطني، ويخلق الحقيقة نظام التعامل بين ما يسمى بالكتائب أو الكتائب الثوار والجيش، يعني حتى تلتغي هذه الأسماء كلها وتنصر في اسم واحد يكون خاضع للقوانين. مرحبا بكم من جديد، ورحبوا مرة أخرى بضيوف الكرام. أنتقل إلى السيد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. سيد ناصر، يعني من خلال ما تردكم من يعني معلومات، يعني لو تحدثنا عن أهم الأسلحة المتطورة الآن التي تدعم بها ميليشيات حفتر من قبل داعميه وعلى رأسهم دولة الإمارات المتحدة. نعم، هناك الحقيقة يعني بعض الأسلحة التي وصلت، منها بعض المنظومات الدفاع الجوي هي سربية الصنع تسلمتها كتيبة طارق بن زياد، كذلك طبعا ما تقوم به المرتزقة من جلب أسلحة روسية، يعني قد لا تكون هي يعني من متطورة جدا، ولكنها أسلحة في يعني في مثل ليبيا سابقا كانت لها تأثير، مثل منظومة البانسيرا أو غيرها من الأسلحة. يعني هذه أبرز يعني الأسلحة التي تأتي، هي عبارة عن الأسلحة الروسية التي تستعين بها المرتزقة الروس أو ما تقدم من الإمارات في سيارات تايجر وغيرها من الأسلحة البسيطة أو الخفيفة لميليشيات الكرامة. نعم، وماذا عن جنسيات المرتزقة على حسب ما تريدكم معلومات سيد نصر؟
أغلب المرتزقة الذين يأتون هم إما من الجنجويد ولا زال مستمر هذا الأمر، وأعتقد أن يعني أكثرهم من السودان، والبقية يأتون من سوريا. يعني يبدو أن حتى المرتزقة الروس يقومون بجلب مرتزقة سوريين الأصل إلى القتال معهم والوقوف معهم يعني. نعم، والتمركزات هؤلاء المرتزقة يعني بين سرت والجفرة، أليس كذلك؟ نعم، هم غالبتهم طبعا يتجمعون في الجفرة ثم ينطلقون، منها من ينطلق إلى سرت ومنها من ينتقل إلى منطقة الجنوب أيضا. يعني بعض منهم ينطلق بالأمس، يعني هناك تحرك إلى منطقة الجنوب، يحاولون من حين إلى آخر الذهاب يعني في مسار الجنوب دعما للمرتزقة الموجودين الآن في براك الشاطي وغيرها من المناطق الجنوبية. نعم، طيب سيد حمزة، يعني في ظل ما نراه الآن من بعض الضغط الأوروبي والدولي عموما على تركيا، يعني قبل أسابيع رأينا تفتيش للسفينة التركية اللي كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة وعليها بعض الدعم الإنساني، يعني كيف تقرأ هذا الكيل بمكيالين من المجتمع الدولي، بينما يعني تحاول تضيق على تركيا لإنهاء مساعدتها للجيش الليبي، هي تفتح الأبواب وتغض الطرف الحقيقة هذه الدول عن هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تأتي لميليشيات حفتر من قبل الإمارات وغيرها من الدول الداعمة؟ لا، المجتمع الدولي لا تعويل عليه سيدي الكريم، يعني لم يلتزم الكثير من الدول بالمبادئ الأممية والدولية المرفوعة، سواء لحماية حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو القوانين التي تسن في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني لا يوجد أي التزام. القوي هو الذي يستمر وهو الذي يدافع وهو الذي يعني تجري كلمته في نهاية المطاف. وبالتالي اليوم، ولا ما حصل في ليبيا على سبيل المثال، عندما تحالفت حكومة الوفاق الوطني مع دولة قوية كتركيا، استطاعت بقدراتها بالدعم التركي أن تنحر خليفة حفتر، ونرى وضع خليفة حفتر. يعني ما هذه المحاولات الجديدة اليوم إلا تعبير عن الهزيمة السابقة التي تلقاها خليفة حفتر. وبالتالي المجتمع الدولي لم يلتزم لا بمعايير ولا بقضية إنسانية ولا بأي شيء. لذلك اليوم عليك أن تكون قويا وأن تسير حماية لمبدئك، للموقف الذي تؤمن به ولحليفك، وهذا ما تقوم عليه تركيا. وكل الضغط الغربي السابق خلال الأسبوعين الماضيين أو الثلاثة أسابيع الماضية لم يؤتي أكلها بالنسبة للجانب التركي، وما زالت تركيا مستمرة بكل تحركاتها سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية. ربما في شرقي المتوسط، في أذربيجان، رأينا أذربيجان الذي سيقلب موازين الطاولة خلال المرحلة المقبلة لصالح تركيا بطبيعة الحال وحلفاء تركيا في المنطقة. وتركيا مستمرة في ليبيا، مستمرة في الصومال، مستمرة في قطر. وبالتالي يعني كل التحركات الغربية أصلا هي ضعيفة، لا تستطيع هذه التحركات أن تكون جدية ضد تركيا على الإطلاق. و يعني حتى تفتيش على السفينة التركية، لماذا سيد حمزة لماذا تعتقد بأن هذه الإجراءات الأوروبية ضعيفة ضد تركيا؟ يعني ما الذي تملكه تركيا في مجابهة أكثر من دولة؟ يعني هل هناك أشياء معينة تمتلكها تركيا في هذه المجابهة؟ على سبيل المثال سيد الكريم، الاتحاد الأوروبي، يعني قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت قبل يومين، كل المؤشرات وكل التصريحات السياسية الأوروبية والمقالات والتحليلات والصحف والقنوات الإعلامية في أوروبا تقول إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب أنشطتها شرقي المتوسط. والقضية أكبر من شرق المتوسط بكثير، ولكن هل نفذ تهديده الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات جدية ومؤثرة على تركيا؟ كلا، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي ولم يستطيعوا أبدا أن يتخذوا موقفا موحدا تجاه تركيا، لأنهم يدركون أن أي خطوة جدية ضد تركيا من قبل الاتحاد ستكون سلبية عليهم قبل أن تكون سلبية على الجانب التركي. بهذه تركيا الكثير من الأوراق التي تستطيع أن ترد على أي خطوة غربية جدية ضدها،
يعني أن لا تبقى تركيا شرطيا مجانيا للاتحاد الأوروبي على حدوده الشرقية، أن تزيد تركيا أيضا من دعم حلفائها الذين ينغصون على أوروبا أوضاعهم، وخاصة على فرنسا وماكرون. ماكرون يعني لنعود لقضية المجتمع الدولي ومبادئ المجتمع الدولي، عن أي مبادئ نتحدث سيد الكريم؟ وماكرون الذي يترأس دولة تدعي أنها حامية حقوق الإنسان في العالم ورافعة راية الديمقراطية في العالم، ويستقبل عبد الفتاح السيسي بهذا الاستقبال الضخم والكبير، ضاربا بعرض الحائط أن هذا الرجل عليه الكثير من القضايا وعلامات الاستفهام لأقول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا نتكلم بأي أمر سياسي آخر. يعني لا مبادئ، كن قويا وتعاون مع القوي وستنجح في نهاية المطاف وستحقق رؤيتك التي تؤمن بها. نعم دكتور محمد، كنت قبل الفاصل تحدثت عن يعني كون تركيا يعني لم تجد في حكومة الوفاق كما وجدت في الرئاسة الأذربيجانية والحكومة الأذربيجانية، لو تكمل هذه الفكرة لو سمحت. هو يعني بنكمل الكلام اللي قاله السيد حمزة. كن قويا وتحالف مع الأقوياء وتستطيع أنك تخدم مصالحك، هذا الكلام صحيح. الشيء الآخر اللي بنأكد عليه اللي قاله الأستاذ حمزة، وهو أن الدول الأوروبية عاجزة فعلا عن التصرف أمام تركيا. السبب بسيط جدا، الخلافات بين الدول الأوروبية كبير أكثر مما نتصوره. وأحسن مثال الآن اليوم مثلا في صحفي، هو مش صحفي، هو صحفي وسياسي وبرلماني سابق ومن أصول فرنسية بالمناسبة، إيطالي، أرجع تخلى عن وسام جوقة الشرف الفرنسية وقام بإرجاعه بسبب أن الرئيس الفرنسي قام بتكريم السيسي. في نفس الوقت تخرج تسريبات يعني في الحقيقة صادمة لما حدث للطالب الإيطالي رينجيني في القاهرة من تعذيب. يعني التفاصيل اللي خرجت عما حدث لرينجيني في الحقيقة صادمة. في نفس اليوم اللي استقبل فيه السيسي، تم استقبال السيسي فيه في باريس، ورغم ذلك فرنسا لم تتحدث عن الموضوع أبدا. والإيطاليون هذا مثال، يعني الإيطاليون يقولون أن إذا تركنا مصالحنا نحن مع مصر، لأن إيطاليا عندها مصالح في شركة الإيني وبيع بعض القطع البحرية لصفقة سلاح حوالي 4 أو 5 مليار دولار، فستكون فرنسا هي اللي حتاخذ هذه الصفقات. يعني الخلافات بينهم كبيرة جدا، ولذلك لا تجرؤ أي دولة في الحقيقة أنها تاخذ أي موقف ضد تركيا، لأنها تعلم جيدا أن الدول الغربية الأخرى ستتخلى عنها. وهذا ما يحدث، هذا طبعا بالإضافة إلى موضوع الأمن. أنا أعتقد أن رئيس الوزراء المجري قالها بصراحة أن أمن أوروبا في يد تركيا، لذلك تركيا تعلم جيدا والقيادة التركية تعرف تماما قوة موقفها هذا، وتعرف ضعف من يخاصمها وخصوصا الرئيس الفرنسي ماكرون، وقاعدة تتصرف على هذا الأساس. المشكل في ليبيا حقيقة عدم وجود كما قلت حليف موثوق به تستطيع الاعتماد عليه تركيا. الأقرب الآن لتركيا هو السراج بسبب وجوده كونه رئيس المجلس الرئاسي، ولكن الكل يعلم أن السيد فايز شخصية ضعيفة، شخصية مهزوزة تهمها مصالحها الشخصية فقط وليست لديها أي رؤية استراتيجية، بينما باقي الشخصيات على سبيل المثال وزير الداخلية واللي خرجت تسريبات حقيقة، وكنت أنا ذكرت هذه التسريبات على فكرة حتى قبل أن تخرج في الصحافة التركية لو تتذكر، وقلت أن الرئاسة التركية لامت كثيرا على مواقف وزير الداخلية وزياراته المتكررة إلى فرنسا وإلى مصر بدون أي فائدة. المزعج في الأمر أن سواء الفرنسيين والمصريين، وهذه أيضا يعني حتى هي نوع من التسريبات، لا يريدون فتح وزير الداخلية كرئيس وزراء، ولكنهم يستغلون رغبة في السلطة ورغبة أن يتقدم إلى السلطة في إرباك الوضع في طرابلس. ولذلك مشكلة من مشاكل تركيا حقيقة في ليبيا هي عدم وجود حليف سياسي. الحليف العسكري موجود، ولكن قيادات سياسية أو شخصيات سياسية يمكن الاعتماد عليها غير موجودة. ورغم هذا كله البعثة ما زالت تحاول الإطاحة أصلا بحكومة فايز السراج اللي هي سيئة أصلا، للإتيان بحكومة تكون السياسيين اللي يكون السياسيين المقربين فيها من حفتر في أساسها، على سبيل المثال كما يقولوا عقيلة صالح رئيس قائدا أعلى القوات المسلحة.
فتخيل يعني إذا كان هناك كل التفاهمات العسكرية بين طرابلس وبين أنقرة، سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو عقيلة صالح. فهناك حالة عبث سياسي، الحكومة التركية تحاول أن تتعامل معها يعني بحنكة وبهدوء، ولكنها بدون شك مشكل بالنسبة لتركيا وبالنسبة لنا نحن في ليبيا، لأن في الحقيقة لولا التدخل التركي لكانت الأزمة أكثر من هذا بكثير. نعم طيب سيد ناصر، يعني وزير الدفاع سيد صلاح الدين نمروش يعني تحدث عن وصول عسكريين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة، يعني بداية كيف تبعت هذا الأمر؟ نعم، هو ببساطة يعني هناك بعض من رجع إلى المناطق خصوصا المناطق المحررة، وطبعا يستغل يعني النوايا الحسنة في إدخال بعض الناس الذين يقيمون في المناطق هذه، ولكن بعد التتبع من إدارة الاستخبارات وفرق السيطرة والاستطلاع يلاحظون بأن هناك من كان في قوائم يعني من يقاتل مع ميليشيات الكرامة الآن يرجع إلى المكان، وقد يكون يعني يستعد من جديد لتكوين خلايا أو يعني استعداد لاستقبال مثلا في حالة نشوب حرب استقبال الجيش أو مثل ذلك، وهؤلاء الآن يوضعون يعني تحت المراقبة ويستمر مراقبتهم، وهذا يعني ما أشار إليه وزير الدفاع. لكن سيد ناصر، يعني هل هؤلاء المتسربون لهذه المناطق هل هم يعني لابد أن لديهم معلومات عن أن حربا قد يعني تحدث مرة أخرى حول العاصمة، هل هذا ممكن يعني في ظل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة؟ وإذا كان غير ممكن يعني ما فائدة هذه التسريبات أو تسرب هؤلاء إلى هذه المناطق؟ لا هو فقط تحذير لبعض منهم، لأن قد يكون بعضهم نوايا فعلا الرجوع يعني دون، ولهذا يعني تم تحذيرهم بأن هم يعني مرصودين وليس يعني الأمر بالسهولة أن يتحركوا، ولهذا يعني تم توجيه لهم بحيث أن قد يكون يعني بعض منهم ليس لديه هذه النوايا، ولكن هم فعلا كانوا يقاتلون مع مجرم الحرب وكانوا يشتركون في القتال، يعني قد يكون لم يرتكبوا جرائم حتى يقبض عليهم، ولكن يضعون تحت المراقبة لأي طارئ قد يطرأ يعني على هذا الموضوع. نعم سيد حمزة، يعني أعود بك لما ذكره قبل قليل في الدكتور محمد فؤاد في مداخلته السابقة عن وجود ربما انزعاج تركي تجاه حكومة الوفاق، وخاصة يعني هناك تسريبات على أن هناك انزعاج تركي حقيقي من زيارة وزير الداخلية سيد فتحي بشاغة إلى فرنسا، يعني هل يمكن أن يعني يكون ذلك صحيحا؟ يعني سؤال سيد الكريم اليوم، هم مثل يعني الشخصيات التي تندرج تحت الشرعية في ليبيا وحكومة الوفاق الوطني، نسألها يعني ماذا قدمت لكم فرنسا وماذا قدمت لكم الأنظمة الأخرى التي تدعم من تحت الطاولة وربما علنا في بعض الأحيان خليفة حفتر، يعني لماذا يعني تصل المرحلة أن نذهب إليهم ونجلس معهم وهم الذين يدعمون كل الخراب في ليبيا، هم الذين يدعمون العملية الانقلابية في ليبيا، هم الذين يحضرون الآن خليفة حفتر على إعادة عملياته العسكرية ضد الشعب الليبي وضد قوات حكومة الوفاق الوطني، ما الجدوى الآن من ترك أو يعني التخلي عن حليف قوي دعم الشرعية وقد كانت الشرعية في ليبيا بحاجة للدعم، وقد كانت هذه الشرعية تنادي العالم ومنها فرنسا أن ساعدونا وادعمونا، هناك عملية انقلابية لم يقدم أحد دعم لهذه الشرعية وللشعب الليبي، لا فرنسا ولا غير فرنسا أي دعم، بل لبت تركيا، وهذا باعتراف التصريحات الرسمية لدى المسؤولين في الحكومة الشرعية في ليبيا أن تركيا كانت الوحيدة التي لبت النداء، وبالتالي اليوم يعني كيف يتم الثقة، الأمر المستغرب كيف يتم الثقة بشخص كماكرون اليوم مغضوب عليه من كل مسلمي العالم، كل مسلمي العالم، ثم نذهب إليه ونجلس معه ونطبطب له ونقول له ساعدنا إلا الأمر إذا كان هناك خلل معين لدى هذه الشخصيات أو حب معين للسلطة على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلى حساب
مصلحة الشرعية الليبية؟ وبالتالي هذا سؤال هم عليهم أن يجيبوا عليه. ما الفائدة من زيارة بلد يدعم العملية الانقلابية في ليبيا وشخص كما سيد حمزة؟ أنا سؤالي سيد حمزة، هل هذا الكلام الذي تقوله يعني تحليل منك، أم هو تعتقد بأن هذه وجهة نظر الحكومة التركية والرئاسة التركية، هذا الكلام الذي كنت تقوله؟ يا سيد الكريم، القضية ليست قضية وجهة نظر يعني الحكومة التركية أو قضية تحليل، هذه قضية منطق اليوم، وكل قارئ للمشهد في ليبيا يدرك هذه الحقيقة، أن ماكرون لن يقدم لليبيا ولا للشرعية أي خطوة إيجابية، وبالتالي من يذهب لماكرون في مثل هذه الأوضاع، وهذه وجهة نظر العقلاء سواء كانوا أتراك أو غير أتراك، ليبيين أو غير ليبيين، من يذهب إلى ماكرون في مثل هذه الأوقات بكل السلبية التي قدمها ماكرون لليبيا لن ينتفع بأي شيء، ولن يجلب للشعب الليبي أي شيء إيجابي. نعم. طيب دكتور محمد، أنا أختم معك بهذا السؤال، يعني في ظل هذا الضعف من حكومة الصخيرات، وفي ظل ما تقوم به الآن بعثة الأمم المتحدة، يعني كما يقول المثل الليبي تغيير السروج فيه راحة، يعني هل تعتقد بأنه لو جاءت حكومة جديدة بغض النظر عن من الذي سيختارها، ألا يمكن أن تغير شيء من الوضع المأساوي الآن الذي تمر به البلاد؟ بدون شك ستغير، ولكن للأسوأ، يعني هذا واضح. يعني ما الذي يجعلك تقول هذا الكلام؟ يعني نعم، يعني إذا أنت تجيب شخص مثل عقيلة صالح رئيسا رئيس المجلس الرئاسي، يعني هل تتوقع أنه سيصير شيء؟ يعني كما قلت لك، يعني المنطق السليم يقول هيك. يعني شوف، الحل المنطقي الآن في ليبيا أو في طرابلس تحديدا، يعني هو الفكرة اللي تكلم فيها الكثير، وآخرها حتى يبدو أن الحكومة التركية تضغط في هذا الاتجاه، هو تشكيل حكومة من قبل السيد فايز السراج، يعني يقعد المجلس الرئاسي الحالي على ما هو عليه، ولكن يشكل حكومة منفصلة بشخصيات وطنية وقادرة حقيقة على أنها تمثل جميع الأطراف. هذا الحل الأمثل في هذه اللحظة، لأن بقاء الحكومة الحالية طبعا مشكل كبير، هذه حكومة غير قادرة على الأداء، وأعتقد أن الخمس سنوات الماضية كانت ربما من الأسوأ في تاريخ ليبيا. نعم، منذ 200 سنة، مش في 40 أو 50 سنة نتكلم عليهم. ولكن الحل الأمثل هو أن تسمية رئيس وزراء منفصل قادر فعلا على العمل، يكون عنده إمكانية العمل، وتسمية وزارة يكونوا فيها وزراء يمثلوا الجميع في ليبيا. نعم، وفي نفس الوقت تستطيع أنها تقوم بالعمل، لأن غير هذا كلام فارغ. يعني حتى اللي تدير فيه الأمم المتحدة كما قلت، ما فيش أي ضمانات، لأن الانقلابيين في المنطقة الشرقية سيخضعون لهذه الحكومة إلا إذا كانت هذه الحكومة خاضعة لهم تماما. ثم الدول الداعمة، وخصوصا أنا يعني فرنسا مصر والإمارات، الثلاث دول اللي هي الرئيسية في دعم الانقلاب، هذه لا ترغب في مشاهدة أي استقرار في ليبيا. أعتقد أن هؤلاء أشكرك. يعني ما فيش فائدة أنك تجيب حكومة جديدة غير أو سواء كانت برئاسة السراج، برئاسة عقيلة صالح، برئاسة أي شخص، هم يسعون إلى الفوضى في ليبيا. الشيء الأخير، يجب إبعاد هؤلاء السياسيين اللي في الحقيقة لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة. نعم، رغم كل اللي نشوف فيه طيلة السنوات الماضية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد، محلل السياسي، كنت معي عبر سكايب ضيفا من جنوة، والشكر كذلك سيد حمزة دكين الكاتب والصحفي التركي كان معي ضيفا عبر سكايب من إسطنبول، والشكر موصول لسيد ناصر القايد كان معي عبر أو من استوديوهاتنا في مصر، وهو مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. الشكر لكم أيها الأفاضل، موصول كذلك على حسن المتابعة، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.